جميل. استاذ مهدي، بهاي المعادله اللي نحكي بها سما، ما اريد ابقى غرقان باسرائيل بامريكا. دكتور بشير مكلب بها، شو اسوي؟ زين، انا اقصد الحنكه السياسيه والتاريخ السياسي لابو مسرور، معقوله يجهل انه ذهابه بالتحالفات السياسيه وما يعرف انه الجاره بصف ايران ممكن ان يتناور باي لحظه، هو علاقاته استراتيجيه مع الايرانيين، وهو اللي قال ابو مهدي المهندس وسليماني انقذوا اربيل عد ما زاروني ومدوني بالسلاح وغيره. وشنو اللي تصدر من عنده عكس هذا؟ هو هذا هذا قصدي. لا لا، يعني شنو يعني الفلسفه السياسيه لمسعود برزاني؟ لا باوع، اي 18 سنه انت عندك نمط سياسي. اول مره بعدين اجاوب على اخويا العزيز الدكتور بشير اللي متحمل خابزنا خبز العباس اليوم. زين، خابزك بالعباس زين، الله كريم. اي نمط الحكم او نمط العمليه السياسيه اللي استمرينا بها من 2003 لغايه هاي الانتخابات الاخيره، أي. يا اخي وصلت البلد الى ما وصلنا الى من عدم يعني الفشل، فساد، عدم تقديم خدمات، بنى تحتيه صفر، كل شيء ما عندك. طيب هذا يحتاج يعني في هذه الفتره بالذات احتاج ان يكون هناك تجديد او تغيير في العمليه السياسيه اللي موجوده الان، وهذا كان مطلب الشارع اللي تظاهر. شنو التجديد؟ كان رئيس الجمهوريه للاتحاد. لا 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 لا، مو هاي عزيزي، مو هاي. من اقول لك يا اخو، النظام الموجود المعمول به هو الاغلبيه. احنا لو نفتهم الان نعرف الاغلبيه، الاغلبيه اللي موجوده مو اجي انا صرت 20 واحد وانا سويت الحكومه وطلعت بها وقبال، مو هذا المفهوم. هذا المفهوم هو انه انا ودكتور بشير والاخ استاذ عمر المحترم سوينا حكومه، احنا المسؤولين بعد على فشل ونجاح هاي الحكومه، ونحاسب امام الشارع مره ثانيه. هذا ما كان موجود ل 18 سنه. الفشل والفوق كتل سياسيه جت صارت من 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 لا شيء ملتي مليارديريه. صحيح، هاي من صارت من تقول له تريد تحاسب لك جندي شرطي واحد من ما تقدر تحاسبه. الان هذا النمط التغيير اللي راد من عنده، هذا التغيير هو انه انت بعد خلاص هالثلاثه، انتم اخذتوا الحكومه، انتم امامي، انتم محاسبين، فشلتوا بعد الله ومحمد عليكم، ما حد يريد يشوفكم بعد. هذا اللي يريد يصير تغيير. زين. انت هذا هذا الفكر اللي يقول عليه ابو مسرور، الزعيم مسعود البازاني، مع فكره سماحه السيد مقتدى الصدر، من اقول انا ما اريد انه يعني يزكيني، مو تزكيه، بس صار ارتباط بالفكر، ارتباط بنوع تغيير العمليه السياسيه، اتفقوا الاثنين. جميل. اقليم كردستان اذا يحتاج بغداد لقضيه السياده، ليش ما يرجع الى بغداد بكل شيء؟ اخير بتسليم الواردات بكل شيء. احسن ها اذا تقول لي وليش ساكت الان اقليم كردستان على القصف التركي؟ في دول قلبك. إيه؟ اذا تقول على سلموا انه بغداد هي مركز القرار، حتى غصبا على بغداد الدافع على اربيل وعلى كل شيء باقليم كردستان. أولا دكتور قصي، الفدراليه واقعيه لو لا؟ لا واقع. سؤالك انا اجاوبك عليه. ايه؟ الفدراليه تعطى يعني مثلا تشكيل اقليم من حق تشكيل الاقليم. الاقليم بالدستور له صلاحيات له خاصه، واضح، وله صلاحيات للمركز، واكو صلاحيات مشتركه. ما تقول ان الشغلتين الرئيسيه اللي دائما الخلاف عليها هي الموازنه والواردات النفط، وين تروح وين تجي. انت من ما قاطع علي كل شيء ب 2014، هذا راد لوقت حوالي ساعه، يلا اشرح لك اياها، يلا توصل 2014 انت قطعت علي كل شيء وحاربتني، وحتى المي والهواء والكهرباء كله، وانا عندي نازحين 4 ملايين، وعندي حرب مع داعش، طلقه منطيتني، فلوس ما تدزلي، انا شو اسوي؟ قدامي تصدير النفط، اصدر. شعب يريد من عندي مستحق، واضح، مطلوب من عندي حياه ناس موظفين عندي. انت قاطع علي كل شيء، اضطريت اسوي هذا الشيء. زين، انتهت هذا الامر، خلصنا وسلمنا، اجينا توافقنا. من توافقنا انت اتحدى اكبر واحد يقول لي واصل موازنه اقليم كردستان كامله من 2000 يمكن 2000 لغايه 2010. اي، والتحالف الثلاثي الان واحد درهم واحد ما واصل اقليم كردستان، حتى تقول لي الا في زمن دكتور عادل عبد المهدي اللي وصل 453 فقط رواتب لمده سنه. اي هذا، والزمن هذا الزمن كاظمي 200، ولا ترجع حصة اقليم كردستان المخصصة إلى اصلا بالموازنة، كل موازنة مليار يصفى من عنده، يستقطع من عنده، تستقطعها من عندي انت. ال 250 المنافذ السيادية ها كلها تستقطع من عنده، يوصل. إيه بس وهذا اقول لك، بس ابو هي ما قصر يا مو كلها مقصرة والله، كلها لان تدري ليش مقصر؟ هي 300، لا ما موصل بس 3 اشهر، هاي وحدة
تري ليش مقصر؟ لأنه هي 320 بيوصل من عندها 200 ده تعرف زين. أنا عندي عندي شركات هاي المهندس بس كسرني أنا تحالفكم مع الصدر ايه. جاي يخسركم أمام الآخرين؟ لا لا بالعكس أصلاً تحالف كبير مستقبل العراق ما عندي مشكلة حلفاكم الحرس القديم لا شوف الحرس الآن القديم صاروا أعداء لا بالعكس احنا لحد هذه اللحظة متواصلين مع سيد نور المالكي مع سيد هادي العامري ولكن اكو بعض الشخصيات اللي موجودة اصلا تكره لكم جميل جميل بس على السيادة بس اخذ من وقت سيد عمر بس هاي اللحظة تقول الامر سيادي انا ما اقدر ارد على تركيا وادخل العراق بحرب اذا مو امر سيادي هذا امر دولة انا اقليم تابع للدولة وصلت الفكرة جميل